السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. مرحبا يا أبنائي الأعزاء، تلاميذ الصف الثالث الابتدائي مع الفصل الرابع في الفصل الدراسي الأول والدرس السابع خاصية التوزيع في الضرب. تعالوا أبنائنا الأعزاء نتعرف على خاصية التوزيع في الضرب. بيقول لي العب لعبة لغز الضرب، اختر بطاقتين من بطاقات الأعداد وارسم مصفوفة باستخدام العددين واكتب مسألة الضرب ثم أوجد حاصل الضرب. هيا أبنائي وبناتي الأعزاء نشوف هذا الموضوع بهذه الأمثلة إن شاء الله. هيا نقوم بحل هذا المثال أبنائي وبناتي بلعبة لغز الضرب. فمثلا أبنائي نجيب البطاقات وبنختار من بينها بطاقة وبطاقتين أبنائي، عشان البطاقة الأولى للأعمدة والبطاقة الثانية للمصفوفات، أو البطاقة الأولى للمصفوفات والثانية للأعمدة. فبختار اتنين مثلا، تسعة واتنين، تسعة واتنين نعمل مصفوفة من تسعة واتنين، نعمل الصفين في تسع أعمدة. اتنين في تسعة بيساوي كام؟ اتنين في تسعة أبنائي وبناتي يساوي 18. اتنين في تسعة 18، ونجيب أبنائي بعد ذلك بطاقتين أخريين، خمسة وسبعة، خمسة وسبعة هكذا. خمسة في سبعة بيديني كام أبنائي؟ قلنا اتنين في تسعة 18، إنما سبعة في خمسة أو خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين. خمسة وإيه؟ وتلاتين. خمسة وتلاتين. إذن أبنائي وبناتي المصفوفة الأولى أعطتني اتنين في تسعة ب18، والمصفوفة الثانية سبعة في خمسة يساوي 35. ها نستكمل أبنائي وبناتي الأعزاء، نشوف هاتين المصفوفتين اللي هي الأولى خمسة في ستة يساوي كام؟ يساوي 30. طب تعالوا أبنائي وبناتي نشوف، احنا هنا قلنا 5 في 6 ب30. طيب هنا هذه المصفوفه نفسها ابنائي نقسمها الى قسمين، 5 في 3، والجزء الثاني برضو 5 في كام؟ في 3. برضو نفس الكلام، دي المصفوفه الاولانيه، يبقى كان المصفوفه الاولانيه دي عملناها على ايه؟ مصفوفه ثاني، بس نحلها على ايه؟ بمصفوفتين. المصفوفه الاولى 3 في 5 ب15 زائد 5 في 3 ب15، 5 في 3 بكام؟ ب15. نجمع الاثنين 15 زائد 15 بيديني مجموع المصفوفتين دول، دي ودي، يمين ويسار، يسار ويمين، 30. يبقى اذا نلاحظ هنا ابنائي انه عمليه التوزيع تمت صحيحه في هنا في عمليه الضرب. 5 في 6 ب30، وبالمجموع النهائي 30، ولما قسمتها قسمتين طلع لي نفس الناتج، 15 زائد 15 يساوي 30 لما بدلت طبعا. يبقى اذا عمليه التوزيع في الضرب عمليه صحيحه. الارشادات: قسم المصفوفات واكتب مساله باستخدام خاصيه التوزيع لتوضيح طريقه حلك. تعالوا ابنائي وبناتي نقوم بتقسيم هذه المصفوفه الى قسمين، مش تحت شرط ان يكون بالتساوي، المهم اعرف ان لما اعمل عمليه تبديل بيتم ايه؟ بيتم التوزيع صحيح. هنا المصفوفة دياتي مكونة من ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 صفوف في عمود 2 3 4 5 6 7 8 9 في 9 أعمدة. هاخد أنا المصفوفة الأولانية 4 في 8، فطبعا هنا أبنائي بكتبها 4 في 8 بيساوي 32. أكتب هنا أو 8 في 4 بتديني كام؟ 32. هيا نكتبها أبنائي، 8 في 4 بيساوي 32. نيجي المصفوفة الثانية اللي هي 5 أعمدة، عمود 2 3 4 5، نعد بعد العمود الأحمر أو بعد الخط الأحمر، 1 2 3 4 5، أضربها في الثمن إيه؟ 8 صفوف لتحت، 5 في 8 ب40، يبقى أضرب كده 5 في 8 ب40 أو 8 في 5 بيديني كام؟ 40. أقوم بجمع 32 الحمراء مع ال 40 الزرقاء هنا في هذا المكان، 32 زائد 40، وأحطهم هنا في الدايرة ديت، المجموع الكلي لكل إيه؟ المصفوفة. يبقى 32 زائد 40 بيديني كام؟ 72. 2 تنزل، 2 وصفر 2، و3 و4 7، يبقى 72. طيب انا عاد عايز اقوم بضرب الايه؟ المصفوفه كلها ببعض، اللي هي عندي 8 في 9، لان 4 و5 9 كما قلت لكم. 8 في 9 بكام؟ هشوف النتيجه. 8 في 9 بيديني 8 في 9 72. اذا يا ابنائي وبناتي عملية التوزيع لما وزعت هنا وقمنا بتوزيع المصفوفة على مصفوفتين أعطتني الرقم 72، ولما قمت بجمع كلها على بعضها أعطتني نفس الرقم 72. يبقى إذن عملية التوزيع تمت هنا في هذه المصفوفة. تعالوا نشوف هذه المصفوفة أيضا أبنائي الأعزاء، كم صف؟ 1 2 3 4 5 6 7، 7 صفوف في كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 7 في 8. طيب تعالوا نعمل عملية تقسيم أبنائي لهذه المصفوفة.
اللي هي مكونة من 8، وليكن مثلا اقسمها قسمين هكذا، اول مصفوفة بخمس اعمدة في 7، 5 في 7 او 7 في 5 بتساوي كام؟ 35. والمصفوفة الثانية تبقى 3 في 7 ب 21، 3 في 7 ب 21. تعالوا اجمع ال 35 وال 21 هنشوف هتديني كام. 35 و 21 5 و 1 6 و 3 و 2 6 5، يبقى اذا 56. لما نضرب المجموع الكلي للمصفوفة 7 في 8 هيديني كام؟ هيديني ايضا 56، هيديني 56، 6 وايه؟ و50. نشوف اللي بعديها يا ابنائي، قسم المصفوفات واكتب مسألة باستخدام خاصية التوزيع. هنا كام؟ نشوف المصفوفة تحت مكونة من كام؟ ادي عمود صف 2 3 4 5 6 7 8 9، في كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6. تعالوا نقسم الستة إلى قسمين بحيث تديني مصفوفتين، أقسمها مثلا ولتكن 3 و 3، هنا 3 وهنا 3، 3 في 9 ب 18 و 3 في 9 ب 18، 3 في 9 ب 27 أبناء، معذرة، 3 في 9 ب 27 و 3 في 9 ب 27 أيضا. نجمع 27 زائد 27 بيديني كام في النهاية؟ بيديني 54. إذا أنا ضربت 6 في 9 بيديني برضو 54، 54 إذا تمت عملية التوزيع. نشوف هذه المصفوفة يا أبنائي وبناتي مكونة من صف 2 3 4 5 في عمود 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني كأنها 5 في 10، بقسمها قسمين. القسم الأول مثلا يحدد لي اللي هو 5 و 5، 5 في 5 ب 25، 5 في 5 ب 25 و 5 في 5 ب 25 تاني، يبقى في هذه الحالة النتيجة بتاعتي 25 وهنا 25. اجمع 25 زائد 25 يساوي كام؟ 50، و 5 في 10 ب 50. هكذا يا ابنائي وبناتي الأعزاء، يبقى إذا تم عملية التوزيع. إذا الناتج عندي هيكون 25، يبقى الناتج عندي كام؟ 50. وهنا 5 في 10 برضه نفس الكلام هيساوي كام؟ يساوي 50. يبقى الناتج للمصفوفة كاملة 5 في 10، 5 في 10 كده 10 أعمدة، يديني كام؟ يديني 50. هيا أبنائي نتأمل هنا في هذا المكان، نتأمل ما تعلمته في هذا الدرس وأجب عن الأسئلة. ما المقصود بخاصية التوزيع في الضرب؟ اشرح هذه الخاصية بأسلوبك، يمكنك استخدام وإعداد لشرح أفكارك. مثلا أبنائي وبناتي يقول لي هي تقسيم مسألة الضرب إلى مسألتين أصغر، يعني عملية التوزيع إن احنا المصفوفة نخليها على مصفوفتين إلى أصغر، يعني نصغرها، بحيث هنلاقي ان عدد الاعمده مثلا عندي او عدد الصفوف 8، هنضرب ال 8 في القسمه اللي قسمناها مثلا الى 5 و 4 بتديني الجزء الاول، والجزء الاول اجمع وبعد ما اضرب الجزء الثاني 4 في 8 بيديني المجموع النهائي اللي هو مثلا هنا المصفوف الاولاني 5 في 8 بيديني 40، والمصفوف الثاني 4 في 8 ب 32. بجمع ال 40 وال 32 مع بعض بيديني 72. لما اضرب ال 8 في ال 9 بيديني برضو كام؟ بيديني 72، 72. يبقى اذا هذه هي عمليه التوزيع ابنائي الاعزاء. بهذه الطريقة أبنائي الأعزاء نكون وصلنا إلى نهاية هذا الدرس الطيب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله انتظروني في الدرس القادم، وسيكون أول درس في الفصل الخامس وهو محيط المضلعات. الدرس الأول محيط المضلعات. سلام الله عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة.